مرحبا وأهلا وسهلا فيكم من مطبخ لولو. اليوم جبت لكم أكلة طيبة كتير كتير. أنا شخصيا بحبها كتير لهالأكلة، هي دجاج بالكري، أكلة مميزة، أكلة هندية معروفة يعني. عملتها بطريقتي، بتمنى تنال إعجابكم. شوفوا الشكل واللون، واو روعة، كيف لو تذوقوا وتشوف الطعم أروع وأروع. يلا نروح سوا نشوف المكونات مع بعض. المكون الأول هو الدجاج. عندي صدرين دجاج مقطعتهم بهاي الطريقة مكعبات. عندي كمان هون ثلاث حبات بندورة كمان مقطعتهم بهاي الطريقة. عندي بصلتين وسط مقطعتهم كمان بهاي الطريقة صغير. كريمة عادية. عندي معلقة زنجبيل طازة ومعلقة ثوم كمان مهروسين. عندي الكاري، بهار أسود، بابريكا الحلوة، كمون، والكركم، وكزبرة يابسة مطحونة، وأكيد الملح. خليكم معنا لنشوف الطريقة سوا. حطيت طنجرة على النار، دورت تحتها، حطيت بقلبها زيت. هلا بدي انزل البصل تعولي بقلبها، بدي اياهم يدبلوا. من بعد ما دبلت البصلة هلا رح نزل الزنجبيل وكمان الثوم. رح حركهم منيح. حط هلأ مباشرة فوقهم البندورة اللي عندي. طلعت ريحة الزنجبيل والثوم مع البصل. عندي كزبرة يابسة معلقة صغيرة. كركم كمان مع الصغيرة. كمون كمان مع الصغيرة. بما انه هالاكلة اسمها دجاج بالكاري رح نحط معلقة كبيرة كاري. حطينا معلقة كبيرة كاري، كمان نص معلقة صغيرة بابريكا حلوة، ومعلقة صغيرة فلفل أسود. فيكن تحطوا كمان حار لأنه هي أصلا حرة. هلا من بعد ما دبلت البندورة رح نزل دجاجاتي فوق منهم دغري. حركهم منيح معهم، شوفهم احلى لونهم. هلا رح غطيهم وخلي الدجاج يستوي بقلب الخلطة على مهله. بالوقت اللي انا ناطرة فيه دجاجاتي ليخلصوا رح اعمل الرز. حطيت هون زيت عليه، وعندي رز بسمتي مش منقوع، مغسول بس. بدي نزل الرزات
هنزل الزيت فوق الزيتات لقليهم شوي عشان بس قليهم تطلع الحبة مفرفدة ما بيطلع معجن الرز. رح قلب الرزات رز بسمتي طيب كتير مع هالأكلة. في ناس بيعملوها برز مصري، في ناس برز أمريكاني، حسب. أنا بحبها مع رز بسمتي. بس ليتقلى شوي الرز رح اسكب المي فوق منه وفلفلهم عادي مع ملح، يعني رز ابيض. اكيد المي مثل العاده فوق العقده بشوي. انا بقدر نظري يعني مش بعير. رح احط لهم مرقه الخضار اللي انا بستعملها دايما لحتى تنكه شوي. رح زيد بعد شوية مي، رح زيد تقريبا معلقة من مرقة الخضار، كتير تعطيها طعمة طيبة. رح حط ملح كمان تقريبا معلقة وسط يعني اذا بدنا بنزيد. هلا رح نطلع الدجاجات، روعة ريحة بتشهي. شوفوا ما احلاهم. هشوف اتأكد اذا استوت حبة الدجاج، اكيد استويت. هلا اللي رح اعمله رح نزل الكريمة تعيدي فوقه. شوفوا ما احلى هاللون، اصفر على اورانج على ابيض، رائع. هي علبة تانية، اذا عزت كريمة اكيد رح ارجع احط. رح زد له بعد علبة كريمة، وهي علبة تالتة كمان. وصلنا الغاز، رح زيد الملح هلا اخر شيء، معلقة ملح، معلقة ملح، ورح احط لها كمان ورقة الخضرة كمان تعطيها طعمة طيبة. شي معلقة صغيرة. هيك بتكون خلصت معنا طبختنا لليوم، دجاج بالكاري. رح نطل هلا على الرز. شايفين خلص الرز عندي، منظر رائع. هلا بدنا نسكب اكلتنا بصحن التقديم. رح اسكب الرز. هلا رح اسكب الدجاج. رح احط عليهم شوية كزبرة خضراء، بتحب الكزبرة.
رشة كاري على الرز، وهيك بكون خلص طبقنا لليوم. طبق اليوم دجاج بالكاري. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد.